فنروح نشوفوا واحد الفيديو تاع مولودية العاصمة فرحة اللاعبين على طريقة اللاز باش نعرفوا التأثير تاع نبيل عسلي واللاز كيف وصل إلى جهاز الفيديو نشوفوه مع بعض ونعلقوا عليه. كل عليك لي الصوت. شفتوا الطريقه ولات تاع اللاز ولات ماركه مسجله معناتها كاع الناس ولات اني شخصيه شعبيه دير هذه الطريقه العمليه جات لي سور فيتمون صعب تنتقل شخصيه تلفزيونيه الى الواقع وتولي مرجعيه. اذا تتذكر نهايه حلقه العام الماضي قلت لك في العيد الصغير الناس كامل راح تعيد بالسور فيتمون تاع لاكوست تاع اي سي تي ايفيكتيفمون واش صرا هذاك اللباس اكزاكتومون. انا في الدار وليد اختي صغير كيهضر معايا يقول لي اف دونك خليه الكبار دونك سي تأثير تأثير نجاح الشخصية عندما الشخصية تنتقل إلى الشارع تنتقل إلى المجتمع يعني أن الشخصية أثرت وأصبحت عندها حضور. العام اللي فات كانت كلمة باسي باسي وإحنا مذهبنا في كاسي الناس قالت قبلت تذكرها ولا تذكر حتى في المنابر السياسية تقدموا الازدهار ولا بيلفيو ولا بيلفيو ولا با دير لا بيلفيو. يعني هذا هو هي بالنهاية نجاح الأداء يعني الشخصية هذه وصلت للناس ونجح الكتابة كذلك كتابة السيناريو. لا لا ونادي كيما هذا النادي يدير لقطة مثل هذه ما نظنش باللي راهي جاية كيما يقولوا اعتباطية اعتباطية بالصدفة أكيد شافوا الشارع فعلوا مع الجمهور فعلوا خاصة وتاني لحظات الفنان اللي مدهم للمجتمع تاع لحظات تاع فرحة عندك هما تفكروا في مومون تاع فرحة فرحة صافا يدير لو كان ما كاش كاين هذاك الصدق في الاداء والفرحه هذه ما يفكروش كيف يفرحوا الناس يا كل ارتيست كي بو فير سا ولا الارتيست بصح الحقيقي اللي حقيقي ولا لا الجمهور روح كلمه فنان بزاف الناس كانوا يديروا واحد الصوالح ولا ما عطروا لا في الشارع لا في دارهم دارهم ما عطروا المصداقيه في الاداء خاصه صحيح خرجتش عليك علاش نروحوا للفاصل قيلينا يا فريدة عيد قاسي روحوا للفاصل